نكمل مع كابتن رضا. سؤالي ليك يا كابتن، طبعا بعد حسم النادي الاهلي للدوري قبل نهايه الموسم بسبعه اسابيع، انا بشوف من وجهه نظري ان البطوله كانت سموزي قوي للنادي الاهلي، الامور سهله جدا، حسمها يمكن في بعض المحللين زي حضرتك قلت ان واحنا قاعدين حتى كنا في شهر 2 قلت البطوله للنادي الاهلي. ايوه من الدور الاولاني. من الدور الاولاني بالظبط. فكره ان النادي الاهلي بقى له خمس مواسم متتاليه، ويمكن المنافسه كانت بس السنه اللي فاتت الى حد ما كانت متواجده ما بينه وما بين بيراميدز، لكن المنافسه عشان تستمتع بكره قدم بقت صعب او مش موجوده نتيجه النادي الاهلي مستحوذ على الجزئيه دي السنه الجايه بمنتهى السهوله. السنه الجايه ايه؟ السنه الجايه تبقى المنافسه اقوى. مع مين؟ اهلي وزمالك وبيراميدز. اهلي زمالك بيراميدز. وتتوقع مين ياخدها؟ لا تتوقع دي صعب، لان انت هتشوف التدعيمات هنا وهنا وهنا ومن خلالها تشوف فكر المدربين هنا وهنا وهنا بعد كده تشوف الماتشات زي السنه دي. السنه دي النادي الاهلي حسم البطوله من اول 9 ماتشات بالظبط، اول يعني يفوز. يوم الماتش التاسع وانا كنت معاك هنا والنادي الاهلي كسب، وقلت لك كده حلال على النادي الاهلي الدوري لان كان ساعتها 9 × 3 = 27 بونت، والنادي الاهلي نادي الزمالك ونادي بيراميدز كان 11 بونت و12 بونت. فكان ساعتها الجاب كبير قوي والفرق كبير قوي. فعشان كده قلت لك خلاص، لان النادي الاهلي ساعتها ما خسرش ولا مباراه ولا تعادل ولا مباراه. خلاص بقى. وبعدين يعني مش عايز اقول لك ان الدور الاولاني لغايه ما انتهى شوف النادي الاهلي فين وبقيه الفرق فين. ده الكلام ده قبل كورونا. النادي الاهلي كان فايق على فكره، كورونا جت بالخراب على النادي الاهلي، المستوى مختلف تماما سواء المدرب او اللعيبه او طريقه الاداء والتكتيك والحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي العكت في عكت دي. يعني امبارح بينزل جيراردو وعنده احمد الشيخ. ده الواحد بقى يشد في شعره. يعني انا عايز اعرف انت ايه، حتى لو بتسوقه نزله اخر 10 دقايق ربع ساعه لما تدي له شوط بحاله. طب ما تدي بقى لصالح جمعه، ما تدي بقى العربي. هو واضح ان صالح هو موجود بس ليه يعني انت مثلا لما بتدي كم الفرص للراجل ده وعايز توقفه على رجله وعايز تخليه ان هو يفوق والكلام ده، طب ما تديها لصالح ونشوفه بقى. اربع ماتشات تفتكر كم ماتش اللي جايين، الست ماتشات المتبقين يقدر مجموعه لعيبه تانية لازم تشوفها. انت حسمت الدوري. انت لازم تريح اللعيبه دي اذا كنت بتفكر في افريقيا بجد. ما تقوليش بقى اصل انا بعمل حاجه مختلفه عشان اجيب اكبر نقاط واكبر اهداف عشان نعمل، لا سيبك من كلام الاونطه ده، انت خدت الدوري ريح بقى اللعيبه دي عشان اللعيبه طلعت لها الدمامل في رجليها من كتر الارهاق والتعب والكلام ده. اللعيب مش قادر يشيل رجله محمل. حسيتها كابتن عندك لما رحت؟ طبعا. ده انت لاعب امبارح وهتلعب بعد بكره. اين تكافؤ الفرص يعني؟ ده اللعيب انا النهارده مثلا رحنا نعمل مسحه في لعيبه جايه بتشيل رجلها بالعافيه وهي داخله، مش اللي لعبت امبارح. ايوه ده طبعا اساسي يعني. في حتى كمان اثناء المباراه انا قلت لهم اللي يتعب يعني يشاور لي ويقول لي. فكره يا كابتن ان انا بعض يعني او ممكن كابتن مجدي عبد الغني من ضمن الناس، وانا سمعت برضو مداخله